مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير اصابع البطاطا الهندية. عندي 4 حبات بطاطا سلقتهم وقشرتهم، ملعقة صغيرة بهار الكاري، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، نص ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، 4 معالق طعام سميد ناعم او وسط، ملعقة طعام زيت نباتي، ملح على ذوق، رشة بقدونس، وكمان 4 معالق طعام مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط المي والزيت مع بعض على الغاز ليغلو شوي. بس غلى الخليط بهيدا الشكل، هلأ منحط فوقه سميد، منحركن مع بعض. بصر الخليط بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز، بحطن فوق البطاطا. بدنا نحركن مع بعض. بحط البهارات، كمان الملح والبقدونس. بس يبرد الخليط هلا بدنا نعجنهم مع بعض. بسم الله، ريحتهم كتير طيبة. نتأكد من الخليط انه انخلط منيح. طريقة كتير سهلة وسريعة. خلصنا من الخلط، بدنا نعملهم مع بعض أصابع. أكيد عندي زيت نباتي، بسم الله، بغط ايدي بالزيت النباتي، اصابعي بعملهم بهذه الطريقة، طريقة جدا سهلة وسريعة وكتير بحبوها الولاد. بهيدا الشكل نفس الشي، بغط بالزيت النباتي ايدي، بعمل البطاطا بهيدا الشكل. بحاول اعملهم نفس الحجم تقريبا. شفتوا كيف؟ بعد ما عملتهم بهيدا الشكل الأصابع، هلا بحطهم أقل شي بالفريزر حوالي ربع ساعة. هلا بدي حطهم على ورقة الزبدة وحطهم بالفرن. هلا بنحطهم بالفرن. هولي أصابع البطاطا الهندية اللي عملتها أنا وياكم، بيتقدموا سخنين ومع مايونيز وكاتشب. هيدا الشكل من الداخل. هولي أصابع البطاطا شويتهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.